تحسيسي بالأساس، تقييمي تنموي في هذا الاتجاه. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عمل شراكة مع شركة حبوب كارتاج، نظرا لأهمية الدور اللي اقتنعنا به كفلاحين نحن ومعبرين على صوت الفلاحين، أنه اليوم أمام التحديات المطروحة والخيارات اللي ماشي وتتقلص في إطار التداول الزراعي، وما لهذه الزراعة من أهمية سواء على مستوى التداول الزراعي أو الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الزيت النباتي أو الموارد العلفية أو الرفع في إنتاجية الحبوب. عملنا اتفاقية لمدة 8 سنوات، وهم مشكورين لأنهم حقيقة حطوا كل الإمكانات المتاحة لإنجاح هذه الزراعة، بطبيعة بالتكاتف مع اتحاد الفلاحين اللي نحن بدورنا زاد حطينا وسخرنا مهندسينا والكفاءات الموجودة في الاتحاد باش تتابع الزراعة ذي، وإن شاء الله نوصلوا نطوروا فيها، نظرا لأنه السنوات اللي فاتت كانت تم نوع من التعثر بشكل أو بآخر، سواء من الظروف المناخية اللي ما عطتناش فرصة باش تقدم، ولكن اليوم أصبح من الإجبار أو مجبرين على أنه نقدموا بشكل أكثر، وإن شاء الله الخطة هذه تهدف وهي تندرج كذلك في خطة توجه وزارة الفلاحة وسلطة الإشراف. الكل من ضمن اهتماماتها وتوجهها أنه النهوض كما لقطاعات أخرى سواء اللفت السكري أو غيره. إن شاء الله في غضون 2030 نكونوا حققنا الهدف نتاعنا اللي هو تقريبا 140 ألف هكتار، إن شاء الله نوصلوا لهم، وموش صعيب باش ما نوصل لهمش بتكاتف كل الجهود ووضع كل الإمكانات بحول الله ومع الظروف المناخية اللي ممكن إن شاء الله نتمنى تساهم في إنجاح المواسم الفلاحية القادمة. ونعتبر أنه السنة اللي مرت هذه هي سنة تحدي، لأنه أمام الحاجة أم الاختراع. اليوم مرينا بسنة صعيبة برشا، دونك التفكير ولا في اتجاهات متعددة باش نحاولوا ننهضوا بال نسمع بعضنا بالله. على كل حال مانيش باش نطول برشا، جيت كلمة ترحيبية، إن شاء الله الموافقين في الندوة ذي، إن شاء الله الخطوات الجايين يكونوا مهمين، وإن شاء الله في الجلسة التقييمية إن شاء الله كان ربي أحيانا بخير في الصيف القادم نكونوا كي ننظروا إلى الوراء نكونوا خلينا على الأقل بصمة، وهالزراعة ذي خلت البساط نتاعها سواء على مستوى الأرض بساط معناها فيجيتاسيون باهية ونتائج باهية، والفلاح يلقى الحسابات نتاعو. الأخوين الموجودين لهنا سواء على مستوى المصنع أو المزود اللي بالبذور والأدوية، سواء على مستوى المجمع عظامة تقريبا الحلقات، اليوم اللي عنده إشكال أو تساؤل في مرحلة من المراحل في هذه المستويات إن شاء الله يطرحها، وإن شاء الله الخيان اللي عندهم تجارب سواء ناجحة أو كانت متعثرة لسبب من الأسباب إن شاء الله تطرح، وإن شاء الله نداركوها في الموسم هذا، وربي وفقنا. ونحيل الكلمة لممثل المندوبية الفلاحية سي ناصر الشمروك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيكم، شكرا، يعطيك الصحة. الرحب بكل الحضور، الحضور كان مكثف، وهذا يدل على شيء، يدل على أهمية الزراعة هذه وخاصة في ولاية نجد. الزراعة هذه الحقيقة أعطتنا حلول اللي أنا نتساءل وحدي لو كان ما جتش السلجم يمكن
نبقوا في ممر ضيق وما نلقوش حل للتداول الزراعي، لأن الأراضي حبوب على الحبوب تعبت برشا. الحل متاع السلجم كان حل حقيقة طيب، واللي يدل على ذلك يكون المساحات اتطورت. نحن دخلناها في عام موسم 2014-2015 كانت بها 400 هكتار في ولاية بجل، توت بارك الله في عمناول تقريبا وصلنا في حدود 7000 هكتار، تقريبا نمثلوا تقريبا حتى 60% على المستوى الوطني. الفلاحة كل الحقيقة قاعدة كل عام وهي تطلب في المزيد من المساحات. مازلنا الحقيقة ماناش ما نتحكموش برشا في الحزمة الفنية متاع السلجم، زالت برشا فلاحة ماهيش قادرة باش تتحكم في الحزمة الفنية، نظرا لي ثم عندها خصوصية. باش ندخل في شوية تقنية، عم نول على مستوى المخشبية اللي هي كانت مجاحة تقريبا 100%، لاحظنا ثم زوز فلاحة السلجم متاعهم وكأني ما صار شيء، وكان يسقي فيه. انا سالته قال لي اقول لك تسقي، قال لي والله ما ينسقي. انا غريبه معناها السلجم جاب تبارك الله عمل لي السيليك نتاعه وجاب روندومون نقولوا دو 15، قال لي اعطاني 15 في المخشبيه عامله اللي تعتبر القمح تقريبا محزوشه بكل. دونك ثم حوايج ماذا بينا الحوايج هذه الفلاح الكل والفنيين الكل نتمكنوا منها باش ننطلقوا في الزراعة ونطلقوا بها على أسس صحيح. أنا أعتبرها السلجم حل وحل جذري لتداول الزراعة. ماذا بينه خلينا الفلاحة ما عنده شيء، تداول حمص هكا تشوفوا فيه واللي تعب ولا ما فيش رضمه. الفول ما نحكيش عليه، ما تعرف الهلوك ودافوس والإشكاليات فيه، عباد الشمس سكر وكثرين ولا فاحة الهلوك. فبقيت لنا السلجم هذا نحاولوا نتحكموا في الزراعة وقتاش نزعوا الشتلة المناسبة للمنطقة، وبيحاولوا الله نقول واحنا خاصة أنه الثمن مشجع 180 دينار ومشجع. أخواني الفلاحة ماذا بينا ننتبهوا العناصر نجاح تركيز هذه الزراعة باش نكونوا في مستوى ونكونوا زادة ناخذوا روندمان تكون تغطينا المصاريف وفيها ربحية كبيرة. ونطورش عليكم ونخلي لجماعة للفنيين باش يعملون المداخلات نتاعهم الفنيه، ونحن اللي عنده تساؤل بعد نسالوه. والسلام عليكم. شكرا سي ناصر يعطيكم الصحه. سي ماهر عفاس مدير عام لشركه حبوب قرطاج يتفضل. مشكور. تفضل سي ماهر. الحقيقة فرحانين برشا بالحضور السنة، لأنه بالمقارنة للسنة اللي فاتت الحضور السنة مكثف، وهذا إن شاء الله بدر خير. احنا نقوله لأنه في السنوات اللي فاتت كنا ديما نحاولوا باش نقنعوا الفلاحة باش يدخلوا في المنظومة هذية، والحضور هذايا ما يدل اللي فما إن شاء الله اقتناع بالزراعة هذه. السنة اللي فاتت الحقيقة السنة كانت صعيبة على الناس كل، لكن باللي نجم نقول احنا راضين عن النتائج، معناها بالمقارنة للوضعية العامة للقطاع الفلاحي في البلاد. ان شاء الله نعملوا كونوا السنة هذه نوصل المساحات اللي نحبوا عليها، اللي هي تقريبا في حدود 25,000 هكتار، ونصوروا هذا ممكن. واحنا الحقيقة بالنسبة للأسعار حاولنا باش نحافظوا على نفس الأسعار، بالرغم من كونه صار تراجع كبير يعني على مستوى الأسعار العالمية خاصة في الزيت ولا في العلفة، لكن قلنا نخليه نفس الأسعار باش نشجع الفلاحة على الزراعة هذه.
الشيء اللي دونك الحاجه اللي مش نحكيوا فيها برشا هي اهميه الزراعه هذه على في نطاق الفلاحي ولا حتى الاقتصادي. هذا الكل الناس الكل اقتنعت به، وهي في الاصل يعني الفكره جايه من وزاره الفلاحه، يعني ادماج الزراعه هذه فكره جايتنا من وزاره الفلاحه، يعني لانه كان فما اشكال في التداول الزراعي وهي حل من حلول اللي 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 زبنا نخدم عليه هو التأطير الفني، الحزمة الفنية، احترام الحزمة الفنية، لأنه احنا حكم معناه كونوا أغلب الإنتاج قاعد يجينا لنا احنا وعنا الإحصائيات، فالشيء اللي هو ثابت كونه فما فلاحة قاعدة تحترم في الحزمة الفنية بكامل معناها المعطيات اللي فيها، وفما فلاحة الحقيقة لا. دونك العمل يزم يكون أساسا هو على تحسين المردودية متاع الزراعة هذه اللي سنا هو عام معناها يتسمى ما وش باهي تقريبا، احنا حسب ما عنا احنا ك المردود المعدل المردود تقريبا في حدود 11 حاجه كيما كاي 11 12 قنطار نحكي راهو بالنسبه للفلاحه اللي جابوا الحبوب قرطاج باش تبدا الامور واضحه. واحنا في السابق وصلنا ل 18 دونك ماذا بينا نوصل ل 20. اللي نلاحظوا فيه كونه في نفس المناطق ساعات أراضي معناها تبدأ بحضة بعضها، فما أراضي تعمل 25 وأراضي تعمل 12، وذي معناها السبب الوحيد هو احترام الحزمة الفنية، معناها يلزم الناس تخدم على الروندمون، وهذه زراعة تعطيك كما الزراعات الكل كل حاجة تعطيها حقها ترجع لك المردود. دونك احنا قلنا مش نركزوا ياسر على التأثير الفني السنين بمساعدة خيالنا في اليتاب في الينجسي دونك مع الفنيين متاع المزودين متاع البذور، يعني عملنا مجهود كبير، عملنا تقريبا 200 زيارة تقريبا هكا السنة، ان شاء الله نعملوا اكثر من هكا ونحطوا الامكانيات. دونك هذا هو يلزمنا نركزوا ياسر على الجانب الفني والمتابعة متاع الزراعة هذه في جميع المراحل متاعها باش نوصلوا فهمتي ان شاء الله المحصول به، وربي ان شاء الله يعطينا الامطار، وفما ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله فما بشائر ان شاء الله تباهين وكهو. ومرحبا بكم، وتوا نخليوا الكلمة للجماعة الاخرين، وبعد ليك كان فما تساؤلات كيف؟ بالله باش نبدو منضبطين شوية، ثم الأخيان مش يعطوا